في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر عمليتين متفرقتين لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، ممثلة في فرقتي الدرك الوطني وفرقة البحث والتحري بالكرمة وكذا السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران، تمكنت من تفكيك شبكتين إجراميتين تختصان في المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية. أسفرت العمليتين عن توقيف 4 أشخاص وحجز كمية معتبرة من نوع إكستازي تقدر ب 5293 قرص، سيارتين سياحيتين وسيارة أخرى نفعية، مبلغ مالي قدر ب 372 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج، وكذا هواتف نقالة. الفرق المختصة تحقق في القضيتين حول جناية تهريب المهدد للأمن الوطني والصحة العمومية، مع القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة، البيع والشراء قصد البيع والتخزين والشحن للمواد المخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.